قل أطيع
إنك والله أعلم بما والله أعلم بما فلما والله أعلم
东西吃。فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا Yeah.
وكفى لها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا. وكفلها زكريا.
فناده الملائكة وهو طائر يصلي في المحراب أن الله يبشرك مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا فناديه الملائكة وهو طائر يشرك بيحيى المصدق بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر
قال رب اجعل لي آية. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واذ قالت الملائكة يا مريم إن الله وإذ قالت الملائكة يا وإذ قالت الملائكة يا و
واركعي مع راكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من وما قلت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر الله. وما قلت لديهم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذ ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر الله يخلق ما يشاء إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله
أحيي الموتى بإذن الله. يا هيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ومصدقا لما بين يدي من التوراة صدق الله.